بايدنا وقادرين نرجع صابعنا بهالشكل هذا، مضبوط ولا لا؟ طيب اذا مسكنا له القنبله ودتيناها هلا بيناتكم، في عالم منكم بتموت وعالم بتتشقق، عم نحكي دغري. لانه طلع علي هلا لما تيجي موت، طلع علي هلا. طيب شو قبل ما اجت لعندكم لهون؟ كويس. اذا الواحد خربط ممكن الواحد يخربط صح ولا لا؟ شو بيصير بيناتنا؟ في عالم بيزا بتصير بتمها وتمها بيزا، مضبوط ولا لا؟ لذلك نحن لما بتنزل القنبله بيناتنا، لما بتنزل القنبله بيناتنا المفروض نتفرطع بشكل سريع مشان ما تلحق تاذينا. ماشي يا شباب؟ كويس. يعني اذا مسكت هلا القنبله هيك بدناها بيناتنا